دي عندك اي تعقيب تاني فيما يخص قائمة منتخب مصر ومواجهة كاب فيردي وبوتسوانا؟ انا عندي بس هو في الاختيارات عندي خالد صبحي نص سيزون ما لعبوش مع سيراميكا، يعني هو نص سيزون هو، وده برضو كان من اختيارات كارلوس كيروش لما كان ماسك منتخب مصر، لما هو كان اللاعب ده بيلعب قبل ما يروح سيراميكا. بس انا عندي بس المشكله في الباك ليفت، احنا دلوقتي عندنا فتوح غايب، فمين اللي هيلعب باك ليفت اساسي؟ محمد حمدي هيلعب باك ليفت، برضه لعيب صغير في السن محتاج خبرات، مش شايف في القائمه خالص يا احمد لحد دلوقتي اقول لك ان في باك ليفت. هل مصر بقى كلها مبقاش فيها باك ليفت ينفع على المستوى الدولي لحد دلوقتي او الناس كده؟ انا كنت اتوقع من الكابتن حسام حسن، خصوصا ان هو يعني مدرب وطني ومدرب محلي، ابن من ابناء منتخب مصر ولعب كاس عالم قبل كده، كابتن حسام حسن، ان هو يقدم لنا باك ليفت لمنتخب مصر قوي.